أول حاجة نذكر مدام اللي الكوليسترول ما هو موجود إلا في المواد الحيوانية، يعني كي يتنقص من استهلاك المواد الحيوانية بطبيعة الكوليسترول باش ينقص، على خاطر ما هو مفقود في المواد النباتية، يعني مش موجود بالكل في الخضار، في الغلال، في البقول الجافة، في الفاكهة زادة ماهوش موجود، ماهوش موجود في الحوت، موجود بقلة، لكن فما مواد أخرى أنفع في الأسماك وفي كل ما هو مستخرج من البحر. يعني النصيحة الكبيرة هي تبعد على الدهون المشبعة كيف ما الزبدة والمارغرين، وتبعد على اللحم الأحمر وتنقص فيهم، يعني الزبدة والمارغرين تنجم تنحيهم خاطر ماهمش ضروريين بالكل. يعني حبيت نأكد اللي اللحم استعماله ما هو ضروري يعني إلا المرأة اللي عندها على عمر معناتها على خاطر اللحم ما نسحقوش إلا وقت اللي عندنا دورة شهرية، وقت اللي المرأة تفقد تولي في عمر المينوبوز ما عادش تسحق للحم بالكل. معناتها وقتها تولي مش مشكل. اي به.